راه نخرج في مانيفيستاسيون في حياتي عمري ما خرجش. جو بونس كو بزاف المغاربه اول مره غيخرجوا في مانيفيستاسيون في المغرب كامل. حاجه اللي ما عجبتنيش كثر من الباس هي غلاء الاسعار، ما كاينش الوظيفه، سميك فريمون طايح، بنادم طايح الارض، وهذا الشيء اتيغال الفقر بزاف، الفقر بزاف، غيعني الكريم حاله الطلاق بزاف الحوايج. دونك بغينا تقاد، بغينا بلادنا نشوفوها زوينه. جيت ندوى على هادشي كثر ما جيت ندوى على الباس فاكسينال باش ما نكذبش عليك، وهادشي اللي كاين. بغينا فريمون نشوفو بلادنا زوينه، ولا بقينا مخبين ورا لي ريزو سوسيو ما غادي نديرو والو. ما عجبناش الحال، لقينا الامن كثر من المغاربه اللي خارجين، وكنطالبوا الامن يحمي المتظاهرين، ماشي يعنفهم. درتي الباس؟ هادشي اللي كاين. لا ما دايرش الفاكسان انا، لا الاولى لا الثانيه، وشوي اونتي فاكسان. مي اللي بغى يديرو هذاك من حقه، هو الباس ما يمكنش يتفرض، ما يمكنش يتفرض ديكتاتوريه كتولي. عطاتني واحد الخبار دابا ما عجبتنيش وما تعجب حتى واحد، حليوه الدوحي تخرج في مظاهره ديال ضد جواز التلقيح. جو بونس كو كون كاين شي ارتيست اخر يعني، ولا شي مغني ولا شي ممثل ما غتشدوش، مي حيت رابور شديتوه. انا بعدا درت الفاكسان، درت الاولى والثانيه، مي فاش شفت بنادم شنو كيطرا لي من بعد الفاكسان صراحه فريمون داكشي بان ليا مقود، وما غاديش ندون ندير الثالثه والرابعه، هذا سيجي اخر. وبغيت كلشي ضامن مع حليوه وفري حليوه، وهذا ما كان نجاوب عليكم بايدير لي شي تاوي. شوف نكذب عليك، عييت ما بقى نشوف داك الشيء، عييت ما بقى نشوف حكومه ما تدير والو. واحد تيقول لك الاقليه غلاء الاسعار، فيديوهات ديال الكريم بزاف في المغرب، ما بقاش عاجبنا البلاد، زعما المجتمع ما بقاش عاجبنا كيفاش داير. داك الشيء خصنا نهبطو، خصنا ندوي ان سيرتان طون، خصنا ندوي. لا الراب ما كافيش، ما كافي لا راب لا صحافه لا شي، خاصك تهبط للشارع، خاصك تدوي. مرة بيان سور. ما فهمناش، هو راه مصوتوا عليه الأقلية الأغلبية باش يدوي على هذا الشيء، وجابوه وحطوه تماك. شوف كيدير. هادو في هاد الأرض حكارة مروكي، حيت صباطهم غالي بغاو عفطو من فوقي.